هنا كأس الأمم الإفريقية ولا كأس العرب؟ كأس العرب. كأس العرب بغيت تنظم في المغرب. وكأس الأمم الإفريقية؟ حتى هو بغيت تنظم في المغرب. كتسلى عليا؟ لا، حيت شتي دابا كأس العالم. مالو؟ كأس العالم حتى هو بغيت تنظم في المغرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم صاحب الجلالة كيزف لينا هذا الخبر ديال تنظيم المغرب لكأس العالم مع إسبانيا والبرتغال. وهذا خبر اللي دخل الفرحة على قلوب المغاربة. كنعتقد بأن صاحب الجلالة اختار أنه يزف المغاربة هذا الخبر بنفسه باش يدخل لهم الفرحة، خصوصا من بعد الفاجعة اللي عشناها. فكنتمنى إن شاء الله بلادنا دائما تبقى فيها الفرحة، يبقى فيها الأمل، وتبقى دائما بلادنا في القمة. وهذوك الناس اللي مفقوسين خلوهم يطلقوا. السلام عليكم. شكرا الاخ ايمن ومستمعي الافاضل. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في هذه النسخه 100 لكاس العالم لافريقيا هنا بدوله هذه صعيبه المنتخب هنا بدينا في هذه النسخه كاس العالم التي تعود الديار الافريقيه بدولة بابا ولا اخواني، يمكن ما فهمتيش واحد القضية. راه لكم ديمو لا حيت بنادم ما خرجش من المعريان وكذا واللعيبات لكم ديمو ما نسمع من راه بس ماشي غير درنا ماشي حول مال الاخوان راه 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 ليا والله واحد عرفتي شنو، حنا بعدا واحد لا جينيراسيون اللي عشنا بعدا لا ديسيبسيون ديال 2006 حيت حطينا الكونديتاجور في 2006 وفي 2010 واش 2018 يمكن 2018 ولا ماش دابا تاكسي عندي طلب ولكن نمشي بالتاكسي. حنا ما طلبناش القوة، حنا درنا النية وهي جات عندها بوحدها. يا سبحان الله، الحمد لله الحمد لله. انا في الليل غادي لواحد البلاد ان شاء الله، عندي اذكار في واحد البلاد ومن بعد نمشي لواحد البلاد. تراش نقول انا مغربيه، ترى انا ديما مفتخره اني مغربيه، ولكن فهادشي 2030 2025 2025 قطر قطر حي احنا على العالم، هذه الحقيقه، هذا واقع تقبلوه، العالم خصو تقبلوه واقع. بحال تقول الكارطه تاع الدمزات، اللهم لك الحمد الحمد لله. السلام عليكم الاخوان، بغيت غير نسولكم واش دابا حنا المغاربه غادي نحتاجوا بطاقه اجي باش ندخلوا التيران؟ راه عيب عيب اخوتي، راه عيب. واش التيكي واصل 87000 درهم؟ راه واخا نكونوا منظمين لكاس العالم حنا حتى منظمينو. انا عندي سؤال واحد للناس ديال الرباط، بغيت نقول لهم واش نتوما دابا مرتاحين؟ ها نتوما تلفتوا الجمهور كامله والتيران ها هو الافتتاح داز خاوي. يلا سير اخويا حكيمي، سير اخويا حكيمي، دفع دفع. كبر 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 كبر، اطلق ما اختي اطلق ما اختي، فرقي فرقي دو حيدوب عليا رخاتي، اطلق منها اطلق منها. سلام، غنظموا كاس العالم. ايوا يا حفيد، ما بين دموع الفرح ودموع الحسره، دموع الحسره ديال اليونان، حتى اليونان كانوا باغيين ينظموا مع مكاتب وداكشي غير على حساب النيه ديال الواحد، ولكن راه كلشي جا على غفله، حنا ما فراسناش. كنقولوا راه التصويت 2024 جا الملك ديالنا الله ينصرو قالنا لا لا، راه حنا اللي غنظموا. وتا حنا سيمانه حيدنا علينا كلشي، كاس افريقيا كاس العالم المونديال، يطويا اللي عنده شي دار يمشي ليها. ولا قجع لا قجع، مالكش مالكش. وبعدا مزيانه ماتشاتنا في كاس العالم يتلعبوا عندنا، باش تيلا دينا كاس العالم نحماقوا في بلادنا. في قطر بقى لنا شنو، بداو نضربوا بالحجر، والله كنهرب لينا. واحد الحاجه مهمه، بغينا يلعبوا عندنا غير الاوروبيين واللاتينيين والسنغال، شي الاخر كله صيفطوا لاوروبا، حنا مسامحين. شوف دابا الصبرين والبرتغال سلخناهم وغنضموا معاهم، كاين شي براءه اكثر من هادشي؟ بغيو يوليو الفلوقات المصريين، المغرب دي جميله خالص، والتي جي في بيروح لغايه هناك بقى. المصريين شعب فرفوش مزيانين تاهم، جيبهم نتفاهموا معاهم على شي حوايج بيناتنا. لا لا الصراحه المغرب ارض الجود والكرم، اللي جا مرحبا به، فين ما مشيتي غتلقى الخير، غتلقى حسن الضيافه، غتلقى القفطان، غتلقى الزليج، كلشي كاين.
وداكشي ديال التيكيتات غنوليو نعيشوه في المغرب. خليني من هنيدي غتولي تسمع القنصليه ديال قطر كتفرق التيكيتات في الملعب ديال الفتح ديو غير باسبورات، تسمع شي فضيحه ديال سيغيل انونا وتيري اونري كيبيعوا التيكيتات في النوار، المحللين جيبوا اللعابه اللي لعبوا معنا في قطر واعتزلوا. تخيل معايا اش دايره كيعاتب شي لعاب حيت شد حمراء لعبات. والفي اي بي ديالنا خاص يكون مغربي، حطو كعب غزال، حطو طويجنات، عرفتي؟ تخيل معايا شي في اي بي فيه ميسي وكريستيانو معتزلين وكيضربوا شي طاجين ديال المسلاله العالميه. الرضوان خاص يدير شي اغنيه جديده عمرنا سمعنا شي حاجه بحال اياهو، هذيك ما خصهاش تبدل، نزيدو لها غير كمان جات تبقى هي نبدلو التوزيع. جبني هنا 2030 شحال يكون عندي ان شاء الله؟ 35 عام يعني غنكون كبرت. اولي نقول الدراري جلس اولدي خلينا نتفرجوا، جلس جلس يا ربي من 2030 فاش يولي كاس العالم عندنا تسهل عليا نولي نشري جوج تيكيات، وحده ليا وحده لمرتي. وراه مايمكنش في 2030 نكونوا باقيين هكا، راه مايمكنش، راه بنادم خصو يمشيو بجوج. يا ربي تسهل عليا نمشيو بجوج ما نمشيش هي واحد. يا ربي ونصلخ ولد الزوار في التيران لقاه تما نيت كيدير لبسه على. تخيل دابا صحابي غيكونوا داروا ولادهم دابا ديك الوقيته، حيت انا مازال معطل شي شويه. دابا كي غنكونوا دايرين فاش غنتلاقاو في التيران في 2030 الا بقينا حيين؟ كيفاش غنكونوا دايرين؟ شنو هما التجارب اللي عشنا وشخصياتنا كيفاش تبدلوا مع هادشي كيدوز بالزربه؟ الحياه دغيا كتبدل كل شهر، كتلقى راسك دازت عليك 600,000 حاجه في راسك. كي غنكونوا هنا 2030 علم الله كي غادي تكونوا عندك؟ كيف تبدلوا؟ ما تبدلوش، خليكم غير في صباغتكم. حنا في كرسي كاو كنحتفلوا بالفوز ديال المغرب بالترشيح ديالو 2030 ان شاء الله، البو ديالو ماروك اسباني البرتغال، قولوا فيليسيتاسيون دو ماروك، وغنحتفلوا بالكوسكوس اكبر كوسكوس في كرسي كاو. ميرسي خويا. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.